الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعره تكبير نعره رساله نعره حیدری نعره غوثیہ دربار عالیہ علی پور سیدہ شریف دربار عالیہ مرارا شریف پیران اعظم نعره رساله تمام حضرات منظم انداز سے تشریف فرمائیں اور بیٹھ کر صاحبزادہ والا شان کی زیارت فرمائیں تمام حضرات بڑی محبت سے باوقار انداز سے تشریف رکھیں اور بیٹھ کر صاحبزادہ والا شان کی زیارت فرمائیں تمام حضرات تمام حضرات بڑی محبت سے تشریف فرمائیں ابھی جانے کی کوشش نہ کریں ختم شریف ہوگا اور دعا دعائیں خاص ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز لنگر شریف کا بھرپور انتظام ہے سلام بھی پڑھا جائے گا آپ تشریف رکھیں سٹیج کے پاس جو حضرات کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ با ادب بڑی مہربانی سے تشریف رکھیں اور درود شریف کا نذرانہ بھرپور آواز میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار دربار میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں ختم شریف آپ صاحب زادہ والا شان بیٹھ جائے آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے کھڑے سارے دوست ادھر آگے آ رہے ہیں یار تسی ایسے بیٹھ کے راہ دے وچ بھائی اقبال اٹھ آگے آ رہے ہیں سارے چنگے سمجھدار آدمی ہو کے اٹھو 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 تسی بھی سوچنا ویکھو لكم دينكم وإن الله الجديد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام شمع بزم Yeah.